السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهاردة هنعمل كيك بسيط جدا بالحليب الساخن، مكوناته بسيطة وموجودة معانا في اي وقت وفي اي بيت. تمام، معايا هنا كوب من الدقيق منخولة، كوب الا ربع من السكر، بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، نص كوب زيت، كوب حليب، نص معلقة ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر، 3 معالق زبدة، ومعايا فانيليا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة هنا هنزل بالبيضتين وكوب ربع من السكر، هضربهم مع بعض. بسم الله، هضرب فيها لغايه لما لونه يبقى كريمي خالص. لو مضرب يدوي مفيش مشكله. هضربه معاكم لغايه لما يبقى كريمي وارجع لكم. هنزل بكوبايه الدقيق بتاعتنا وذرة من الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. خلاص معايا خالص، هوقف على كده. هاجي هنا في حاجه احطها على النار بنص بكوب من اللبن وتلات معالق زبده، هسخنه مع النار وشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا هحط الفانيليا عبال ما الحليب بتاعي يسخن مع الزبده، واضربه مع بعض. هشوف اللبن وارجع لكم. كده خلاص بعد اللبن بتاعي ما سخن مع الزبده، ما تخافوش خالص البيض مش هيستوي، لان كده كده البيض خلاص دوبناه مع السكر والزيت وكده، فمش هيستوي خالص معانا، بس برضو مش هنستنى كتير، هنقلب بسرعه. بسم الله كده، هجيب المضرب العادي، ثواني بالراحه كده هبتدي اضرب بس بسرعه، يعني مش بالراحه قوي. اهو الخليط معايا مش هيكون زي الكيكه بتاعتنا العاديه بيبقى متماسك شويه، لا هيبقى سايل، ده نتيجه ان اللبن بتاعنا مع زبده سخن. هجيب القالب بتاعي وارجع لكم. كده خلاص جبت القالب بتاعي 21 سنتي، هبتدي افضي في الكيكه بتاعتي. خلاص كده هحطها في الفرن لمده 15 دقيقه 20 دقيقه على درجه حراره 200. انا هنا بعد ما حطيت القالب الفانيليا بتاعي في الفرن هعمل واحد كمان شوكليت نفس المقادير بالظبط، بس الفرق هزود معلقتين كاكاو. خلاص اهي ،
وبرده انا مسخنه اللبن بتاعي بالزبده، وهبتدي انزل بيه خلاص، وهنزل باللبن سخن مع الزبده، وهبتدي اقلب واحده واحده اهي نفس المقادير بالظبط، بس الفرق ان احنا حطينا معلقتين من الكاكاو. في ملحوظه كمان، معلقتين الكاكاو دول هنقصهم من الدقيق، يعني بمعنى انا دلوقتي حطيت معلقتين من الكاكاو هنقص معلقتين من الدقيق. خلاص كده انا المره دي مش هحطها في قالب، هحطها في صينيه الكب كيك. خلاص هجيب صينيه الكب كيك بتاعتي وارجع لكم. كده خلاص جبت الصينيه بتاعتي وفردت فيها ورق بتاع الكب كيك، حطيته في الصينيه وحطيت فيه خليط الكيك بتاعي، بس المهم ما يعلاش اكتر من كده عشان لما تعلى ما تغرقش الدنيا من بره كده. خلاص هدخلها الفرن وبعد كده هوريكم الاثنين باذن الله. كده خلاص بعد الكيك بتاعي ما خلص، عايزه انبهكم لحاجه، سيبوه لما يهدى خالص علشان من كتر ما هو هش وطري بيتكسر. يعني بصوا عامل ازاي، طري جدا جدا جدا. ما تنسونيش بالاشتراك واللايك، واشوفكم على خير يا اجمل متابعين.